بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك بربوبيتك ووحدانيتك وقدسيتك وغناك عن خلقك أن تجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. ونسألك تحقيق التوحيد، وترزقنا حسن الظن بك وقوة التوكل عليك. وأجب دعاءنا فيما دعاك به خليلك أن تجنبنا وذرياتنا عبادة الأصنام، واجعلنا وإياهم من مقيم الصلاة. ونسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، واجعلنا من أوليائك وخلص عبادك. ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا، ونستغفرك ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا، وأن تطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب والغيبة، وأعيننا من الخيانة، وأسماعنا عن المحرمات، وأن تطهر أموالنا من المحرمات والشبهات، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحيم يا رحمن، يا بر يا لطيف. اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم ارفع درجاتهم في عليين، واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا فتاح يا عليم. نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم يا هادي اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم بقوتك وجبريائك وكبريائك وعزتك نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ردهم إليك ردا جميلا، واجمع قلوبهم على كلمة الحق والتوحيد، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وشفعنا فيه في القبر وفي أرض المحشر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا واسع يا قدير يا عفو يا غفور، يسر حسابنا ويمن كتابنا، وأظلنا تحت ظل عرشك،
واسقنا من حوض نبيك، وثبِّت أقدامنا على الصراط، وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، يا بر يا رحيم، نجنا من عذاب الجحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا غفور يا غفار يا تواب، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا تائبا إلا قبلت توبته، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مديونا إلا قضيت دينه، يا واسع يا غني يا حميد. اللهم يا جميل، أرزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم الجميل، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع بهما الإسلام والمسلمين، ووفق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك. اللهم انصر جندنا وثبِّت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، يا قوي يا عزيز يا كبير. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.